السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حاجة كويسة جدا اسمها سامي سكيل، موقع اسمه سامي سكيل دوت كوم. ده بيعمل حاجات كتيرة جدا خاصة بالاستدامة زي الـ CFD والـ FEA والـ Thermal Simulation وكل الحاجات دوت موجودة أونلاين بالشكل دوت. حاجة خطيرة جدا الهيت ترانسفير بيوريها لك، الفلويد دايناميك، السوليد، ده المبنى اللي أنت بترفعه أو الشكل اللي أنت عايزه، وبيشتغل مع اكتر من امتداد زي الاس تي ال، الاس تي اي بي، الاي جي اس وهكذا، الراينو، الاوتوكاد وهكذا. فحاجه جميله جدا وحاجه قويه جدا، بس زي ما بنأكد مع كل البرامج اللي تشتغل عليها ما تعتمدش عليه من اول مره، لازم تجربه وتتأكد ان هو بيطلع النتائج مظبوطه. في شركات كتير معتمد عليه زي حديد ايكوم، ميتسوبيشي وهكذا. طيب خلينا دلوقتي نقول له احنا عايزين نخش على الداشبورد. في مشروع اهوت، ممكن تقول له نيو بروجكت وتبدأ ترفع الحاجة اللي انت عايزها. ممكن تختار المشروع دوت، هيبدأ يعرض لك المبنى اللي انت رافعه. انا رافع مبنى عادي خالص، ممكن تقول له اوبن بروجكت، تفتح المشروع دوت وتبدأ تشوف ايه المحاكاة اللي انت ممكن تعملها من خلال البرنامج. ممكن تقول له public project وتشوف المشاريع اللي موجودة public. طيب ده المبنى اهوت، وتقدر تقول له هنا ان انا عايز اعمل سيموليشن جديد، وتختار بقى من هنا القايمة الحاجات اللي انت عايزها، اغلبها مجانا، وتقول له كرييت سيموليشن، وهو يبدأ يعمل كرييت ويبدأ يوريك المشروع. فبيسألني بعض الأسئلة، بعض الاختيارات، بعد كده هو بيبدأ يعمل المحاكاة ويجيب لي النتائج. هو تبدأ بقى تشوف النتائج منها. طب خلينا نشوف public project. فبيبدأ يقول لك الاندستر الموجود، فتقدر تختار بقى حاجات هندسية، حاجات معمارية وهكذا. كل الحاجات دي موجودة، ممكن نختار مثلا مبنى ونبدأ نشوف عمل التحليل بتاعها ازاي. دي حاجة خاصة بالـ CFD، دي حاجة خاصة بالـ Architecture والـ Construction، ودي أنواع كتيرة من الـ Analysis موجودة. فممكن نختار مثلا حاجة زي Urban CFD لإيربن اهوت، فبيبدأ يجيب لك النتائج بتاعتها. طيب انا عايز ادخل جوه الحاجة ديت، وكل دي حاجات 3D. تقدر تقول له اوبن بروجكت وتفتح المشروع، تعمل تحليل للرياح وهكذا. طيب ممكن تقول له عايز اشوف الريحة عاملة ازاي بالشكل دوت، سيموليشن كنترول. فهو موقع ممتاز الصراحة، هيوفر عليك وقت كتير جدا. لكن عموما في كل البرامج وكل المواقع بنأكد ما تعتمدش عليه غير لما تجربه في حاجة انت عارفها، وتشوف النتائج هتطلع مطابقة للي انت عايزها ولا لأ.